انتظام أي مسابقة في شكلها العام وتوقيت بدايتها ونهايتها وثبات عدد أنديتها. أهم ملامح أي بطولة محترمة وقوية، فهل تنطبق هذه المقاييس على الدوري المصري؟ الواقع يقول أن بطولة الدوري المصري عانت الأمرين طوال تاريخها على كافة المستويات، فمن ناحية عدد الأندية المشاركة فيها تراوح العدد بين 10 و19 ناديا في دوري المجموعات الواحدة، كما أقيمت بنظام المجموعتين في 6 مرات كما هو حالها في الموسمين الماضي والحالي. أما على صعيد عدم اكتمال منافساتها، فقد عانت البطولة من هذه الظاهرة السلبية في 6 مواسم لسوء التنظيم والشغب الجماهيري ومشاكل الحكام، كما حدث في مواسم 54-55 و71-72 و2011-2012، أو بسبب الحروب والمشاركات الخارجية والظروف السياسية، كما هو الحال في مواسم 73 أثناء حرب أكتوبر و89 عندما توقفت المسابقة بعد انتهاء دورها الأول لإتاحة الفرصة لمنتخب مصر للاستعداد لكأس العالم بإيطاليا 90، وكذلك الموسم الماضي بسبب الظروف السياسية.